زين سميه بابا السيدي
على ابوه وعلى جدوه سيدي سيدي العالم يا مجموعه اسمح الله انا الجبل اللي ضربو كريبو عشراري هاد زمان راه كواني عرفتي بكرتني العيطة بكرتني العيطة مقدرش نكمل بكرتني العيطة بكرتني هاد الإحساس بكاني ساكنة ليه العيطة بزاف بزاف هادشي ماشي زعما كنغني ولكن بنفس الوقت كنضرب راسي كنحس علاش يعني لو كان العيطة كتأثر فيا بزاف يعني واخترني العيطة واحد الدرجة ما نقدرش نصورها كيفاش منين جاي لأنه واحد التجربة العيطة هي حياتك تعطي طيب حياتي لقيت راسي فيه انا في البداية ديالي كنت كان لوري الله يرحمه كان هو الاول كان عازف كمان وكان كيعمل العيطانية كبرنا احنا في هذاك الجو ديال العائلة ديال العيطة المرصوية وكان الوالد كيخبي الكمانجة مازال عليا كاع كنقرا وكنسمع الوالد في الدار عندي كيجبد الكمانجة بعد مرات كندخل للدار كنحصلو جاب الكمانجة وكيدير في العيوط هاد العيطة سميتها تكبت الخيل على الخيل أول عيطة اللي تولعت بها مع الوالد الله يرحمه من أنا صغير كنسمع ديك العيطة ولكن كنبقى مكونسونطري جالس حدا الوالد ما
بغيت نتحرك من حداه هو كيغني في دوك العيوط في دوك المرصاد داك المرصاد كيغني وانا داك الحب هذيك الجره الخبيته ديالو الزينه وداك صوته كيفاش كيغني وكيفاش داك الحنان وداك الاحساس ديال داك العيطه يعني من تماك بديت كنشرب داك العيطه بديت يعني كنتشبع بها. وبابا تكبرت الخيل ووليدي على الخيل بابا قوة العلامة وعلاه وراه كاك بغيت انا والهوى صعيب وعديك واتوك واتو وعدي الكفرة وعدي مشات وعادتو وراهي سبب هلاكم اهوليه وبابا بجات الخيل وعدي مصنحة ويحتى الباب رياضو وعدي سولو مالو والهوى صعيب المولى السامح اليوم يا كسيدي الله يا سيدي وعدي ما صبرتي لالا ما كبرتي واش كسببي وفخرج بلادي وهذه هذه جاية ميمتي تانا لاخو غادي واش كملتها بس ماش كملتها نو صحيح صحيح واش هاد الاحساس عنده علاقه بالوالد؟ وي الوالد كان كيغني تا هو كيبكي على المراس يعني كيحس بهاد العيوط هادو مع الاسف مع الاسف كنت من غير الشباب ديال اليوم يحافظ على الشيء وحافظ يرجع للدوره ديالنا ديال المغرب تنساو تنساو هادشي دابا كنت متابع ليا الشقلام ولا الجقلالة الضرب ديال الزناقي وهباب وهذا الجيل ديال اليوم مشكلة هو غادي يتبلى بهذاك الشيء ما هو غنى ما حتى شي حاجة ما كنقصد حتى شي واحد كندوي عليه ولكن كندوي كمحامي ديال الفن ديال التراث يعني كل واحد الله يعاونو شي حاجة ولكن غير هاد المسائل ديال العيطة غيجي واحد الوقت ما نبقاوش نلقاوها نهائيا وخيبوا يقلبوا عليه ما نلقاوهاش انقرضت حتى من الإذاعة انقرضت حنا دابا المشكلة اللي كاينة ولاو قلبوا دابا على الامبيونس الحاجة اللي فيها ديال الزربة زدك 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 تا فنان المعلم اللي درتي الطار ودرتي شي حاجة بالمستوى ماشي المشكل ديال الجمهور الجمهور ما عليه والو الجمهور اللي لقى ولا كانت شي حاجة بالمستوى كيتقبلها كيتصنت ليها المشكل ديال بلا ما نذكر ديال شكون الناس اللي كيكونوا تاني مسؤولين الناس مسؤولين كيقول لك غير دير ليا زدك 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 صافي راه خصني انا نوض الجمهور باش يحيح باش يشطح باش يدير لومبيونس هذاك راه هو هي السهره هو هي كل شيء ولكن راه غلط علاش ما نديروش مره لومبيونس هي مره نديرو الطرب حتى الطرب ما نساوش خص الناس تجلس في الارض وتصمت بودنيها ماشي تصمت واقفه لان وقفت بدات تحت حيه هكا ما بقى لا تصنات لا والو العيطه ما عندهاش تاريخ بعد العيطه ما كاينش الكاتب ديالها ولا شكون اللي خرجها ولا شكون اللي صايبها ولا شكون اللي حضر عليها ولا شكون كان شاف شكون اللي صايبها ما كاينش نهائيا كما كيقول له الحسن زيولا كيقول العيطه وكيقول لابو حميد رحمه الله كيقول العيطه قبل اندلسي والملحون ب 700 عام ومعروف شكون مولاها وشكون يخرجها وشكون انا يعني كنقول انا على الحكم ديالي انا مع ندير معاها نقدر نقولها انا كنقول مع راسي ربما العيطه خرجها غير مع مجموعين مع الطبيعه ومع انا نقول كلمات تقول كلمه مع الخلا ومع الزنقه ومع غادي مع بكري الناس كانت كتسرح هذا كتسرح وكتغني مع راسها وكتفكر وكتعطي داك الشيء فهمتي يعني انا شي اللي كنقول تقريبا ما نقدرش نقول لك انا العيطه شكون خربوشه
واخا. يا خربوشة عمل انا شتوكا محسوبين وانا يا وركوب الخيل يا سيدي يا سيدي والهوى صعب على ربي وحديده سريعه واخا تكون في الالمان تورك عليك سيرات ونصبح هنا ايولي كره الله يعطيك قرابه عصمك ولا زنزونه طاليا شي نوادر في القطران ودير الله طوخ كان فيها الجدري كان ضرب الكارطه في خبوجله عم المرحلي ومعيني كويس راغوز ها الصاروت ملصون ودي الله يملس لك العقل ايولي حبك الله يعطيك منك بنت الخير تولدك وليدات يطلعوا في جنبك بحال الديامان دوي معاه بعينك يفهمك دير لي عبهرك وجيب كيلو ونص الله روب اي الضيف جايين درتيني بحرف يقول قد محبيمة درتيني تحرق ما كاينه راه الضيف صبع شربوا كاس ديالها توين وضو يدردبوا مع الطريق فنان صعيب مصطفى المكناوي واعر ماشي ساهل كاين اغاني كاين بزاف انا نقدم لكم واحد القصيده ديال الهراقه يلا بسم الله اي انا اللي كاتب ملي بداو يمشيو الهراقه خرجنا ديك القصيده عليهم وسجلناها وبعنا الكاسيت ديالها هي الناس راهم كاع مادي الكاسيت ديالها في المغرب كامل ولكن علاش غنيتي هذه على الحراقه تاعو ايوا غنينا هذا ما عجبنا الحال وغنيناها وشنا داك الشيء اللي جرى شنا بعينينا مشاو رجال وماتوا ومشات نساء وماتت ايوا شلا علاش غاديين على طريف ديال الخبز ايوا جرى داك المشكل لا اله الا الله 10 يدبوهم ويقطعوهم و16 يطيحوها في البحر ايوا هذا الشيء اللي جرى وحنا نخرجوا عليه القصيده بسم الله عبد كرة اسمع كلامنا وفكر راه والحراقة ردة البحرها كل شي مشى ضاحيق وهي 40 واحد تابقوا لهم يمشيوا الغد كاين اللي عذري كاين اللي والد كاين اللي حاملة ليه الوليق وغادي الطليان يخدموه البحر واعر وما خموه هرى العريس الحنا في دول خاتم يصبعوا ذهبيك وغادي الطالي يجيب المال ما ذوسا شهر العسل خلى العروسه مدايره الخال سمعوا كيفاش القاضيك ونحكي على هاد فقيد شمت خلى الوليدات وانت خلى الوليدات وانت وعشبابه في الدنيا غادي الطالي يعفط بغا يجيب فلوس قويك وانا حقول طنجة يا فهم وما يلقى واحد العوام اما في الشركة ديال الاسلام تريكا يهوديك والتوام عام مليون اكثر قال لي امتى واحد ما يهضر انا نقطعكم البحر مشي الصباح نجي نعشيك امو الفلوكة باقي على الفلوس وكيدخل البحر ويسوس
يخرجوا عالقنا زبلا روسيا كلهم حوت سبانيق وقوا غادي بيهم الخطر وما ماساكن خبار هرا قلبوا في البحر ودار ورجع يدي الباقي يق وهو قال بالناس هو يقول لهم لا باس هاي واللي زحام على الخلاص ناس عطاني انا معميك وعد واحد الفلوكك وسيبتا سيبت موكك هما يشد عرب على في المشروكك ويقول هادو بهاي مشتوكك وهذا كايت سمى حماق ولي ما عدو العقل لاشلاق ها قاعد يطالي على الاوراق باع شبابه في الدنيا والقيد خل واصل البحر وداخ وسلم في الجامع والواحة ها وقال له قلت تركه طاح قد تبان عجلة بيهز وجب والدرين ايو صافي خبيتنا مشات مع الواد الواد وحنا بقينا مع ولاد الجواد كنت كنقرا في الجامع وهربت من الجامع وشديت القنيبل حقيقة ياك ها لا نصر من عبد الله متعلمش بالسمع نصر من عبد الله احنا عشرة اللي كنا كنتعاونوا على حل القنيبري خاونوه رجال الصباح خاونوه اليوم في العشية خاونوه الصباح خاونوه في العشية خاونوه اليوم الصباح عارفك انت فين تحطي عارفه صاحبي عارفه فين حطو صافي كنسلتوه بحال كوال بعضياتنا وصافي تصبع عدينا هذوك العشرة وتقول واحد كيد ربي ايوا انا عطاه لي الله حلمت فيه وعطاه لي الله هذا الشيء ها سالم قسم الله قال لي هز هذاك القنبري رانا هزيته صافي سميتي بو عزة بن خليفة والمهنة مجدوب مجدوب شكون هو المجدوب؟ هو المجدوب هو أنا المجدوب بو عزة المجدوب مجدوب كان ناكل الشوك ما يدوش معايا نضرب الحديد ما يدوش معايا نهرس الجياج ما يدوش معايا واليوم البركة دي الله وهادشي اللي كتب الله هذا حال من عند الله الشباب ديالي مرضى والمرضى تمحنت فيها مزيان ضعت فلا انا لا وليداتي لا كاين الله كنا تاجرين من تجار وقهرنا ربي القهار مشيت زرت صالحين الساعة فاش دخلت للصالح لقاني احنا شمن تابوت ابيض كان هو قالب سكر تمكنت فيه بيدي شت فيه كاع لا بقى في يدي قسمين ربع ساعة هاك الساعة حاجة ما بقاتش عندي هاك الساعة مريض مريض هاك الساعة ضربتني كلفايا وعيني تحلو وتفاجأت عليا ماشي خرجت من الصالح غادي كي لقاني شوك الضربان كنطيح فيه كذا كنسرع عيني ما فيا حتى شوكا الساعة هاك الساعة تفاجأت عليا تعقلت مزيان فين غادي وفين جاي ولكن كاين وضع فيا الحماس صاحب الحال دابا الشوك لا دس عليه وما طحتش فيه وما تمرغتش فيه نمرض وخاف الخلال خالي واليوم هادشي اللي كتب الله والناس كيخافوا من السم وكيخافوا من الشوك وانا اللي عطى الله كنمشي نصيد لما صيدتش كنمرض جت حاجه كبيره نفرح جت حاجه صغيره نفرح ما جت شاي يجي طير ليا مع العيا ومع كذا يجي طير ليا ولا جد كنجي فرحان وخا نجيب لحنا شويه عشبر كنجي فرحان نقول الله سهل عليا هذه حرفه دابا هذه بركه سيدي السم كيعضني وملي كيعضني كيقرحني في ذاتي وما كنشرط ما والو والسم كاع لا زاد يزيد 10 سنتيم 15 سنتيم في لحمي
ولكن الساعة اللي فوتني في البلاصة اللي عظني كياكلني لحمي كنحك. ومن بعد الحكان كيرفق عليا الحال، ثلاث أيام ربع أيام كيرفق عليا الحال. هذا الحناش، الحناش فيه البطال وفيه العتاق وفيه القتال، ثلاثة الأنواع في الحناش. كاين العطال إلى عض الخلق من رجله كيعطل، وكاين البطال إلى عض الخلق لهذا السبوع كيبقى بحالك ما يبقاش يتسنى ويرقاق يعود بحال الوقيدة، وكاين القتال في البلاصة. الله ينجينا وينجيكم. ولما ولدي هاد الشيء اللي عطى الله، بسم الله بسم الله، الله يجعل رزقكم قد ما شابت عيدكم، قد حرف سين، قد الخواجة مع المسكين، قد الطالب اللي قرا في الدين. يا سيدي هذا ولدي اللي في عام كمشة، هيا كتشوفه أنت تبارك الله. إياه، وهذا ولدي تا هي الفعة. سبحان الله العلي العظيم. هانت لأن الحنش فيه الأمان، هذه ما فيها أمان، خصك ترابو. أنا في المية على خاطرك. هذه ولدي بركة، الله يعطيكم البركة في الجرية. عندي وليدات؟ عندي الوليدات والحالة ضعيفة ولدي، وعام مرطوب رانا فيه، بويت فيه رانا بلا مرطوب، والضو نضوي بوطة، ولا ما كانش عندي بوطة ما قديش نضوي بالشمع. هادشي اللي كاين، الحالة ولدي ضعيفة، الوليدات باقين صغار، وانا رانا كندير دفع عليهم على كبري، والشيب ظهر مبقى القبر. وهذا ولدي الخبز، كنقصد الحنش كنجيبو كنلقط بيه الجميله للزراري، ولا ما جبرتش الحنش كنضرب فرع ديال الزربان شوك واعر، وكنخدم بيه في السوق. انا ناكل الشوك وندي خبز للوليدات كياكلو، ولا ما جبرتش الشوك الزربان كناخذ قريعه ديال الدجاج كنزطم عليهم برجلي حفيان، كندير عروم ديال الدجاج نهرس الصين وندير ونجدب على المهرس. كاين هل الله واحد كل واش يعطيني واحد درهم واحد عشرة واحد مية، كنلقط خبويز ثاني للوليدات كنمشي. واحد صغير واحد شو عضاته شو عادي. ايه وشنا هذا فمو بحال بانس كيعض ما يطلقش، هذا ابو نفاخ. باقي ما ولفش، نهار يطوع تا هو يعود عاود يرقد معايا.